يعد رشدي أباظة من أهم دونجوانات السينما المصرية، وكان معروفاً بتعدد علاقاته النسائية. بدأ أباظة أولى قصص الحب عندما كان 19 عاماً، أحب فتاة إنكليزية تدعى دوريس راسل، كانت ابنة مساعد حكمدار أمن القاهرة البريطانية، لكن لم تدم قصة الحب بينهما طويلة، واضطرت دوريس للسفر مع أسرتها إلى إنكلترا، ليصاب بعدها أباظة باكتئاب حاد استمر أشهر عدة، ثم دخل في علاقة غرامية مع الفنانة كاميليا التي كانت وقتها حبيبة الملك فاروق، لذا قرر الملك أن يقتل أباظة فنيا، فكانت هناك أوامر بابتعاد المنتجين عنها. وعندما ماتت كاميليا كان أباظة في إيطاليا، وحينما قرأ عن الحادث أصيب بانهيار عصبي ونقل للمستشفى. حاول أباظة نسيان كاميليا وانشغل بأعماله الفنية وتخلص من أزمته بحبه لتحية كاريوكا التي تعد أولى زيجات الدون جوان، لكن الغيرة كانت كفيلة بإنهاء الزواج بعد 3 سنوات فقط. ودخل أباظة في علاقة مع باربارا زوجة صديقي بوب عزام، وهذا جعلها تطلب الطلاق من زوجها، وتزوجت أباظة وأنجبت ابنته الوحيدة قسمت، لكن الزواج لم يستمر إلا 4 سنوات فقط بسبب دخول الفاتنة سمية جمال حياة دون جوان. ويعتبر زواج سمية وأباظة أطول الزيجات في حياة دون جوان، إلا أن زواجهما انتهى بعد 18 عاما عندما اكتشفت سمية زواج أباظة من صديقتها الفنانة صباح، لكن لم يستمر زواج أباظة وصباح سوى 2 أسبوع فقط. وقبل وفاة أباظة بعامين تزوج من ابنة عمه نبيلة، وكانت نبيلة زوجة وفية رعت أباظة في مرضه حتى توفي عام 1980 بسبب مرض السرطان. شاركنا برأيك، هل تعدد الزوجات عند الرجل غريزة ذكورية لا يستطيع التحكم بها؟